شو أبشع شيء شفته منهم؟ أبشع شيء هو استغلال الحصار اللي بنوا فيه ممالك، وممالك موجودة هون بتركيا، يعني من مطاعم، من شركات عقارية، من شركات سيارات، كل هاي الممالك إن عمروا على حساب دم الناس، على حساب جوع الناس بالغوطة نفسها. على مستوى القيادات يعني؟ المستوى القيادات، كل القيادات بدون استثناء اللي كانت موجود بالغوطة اليوم مشاريع معبية تركية، مشاريع أبنية، مشاريع عقارات، مشاريع مدن جديدة. تجاريا كان في تعامل بينهم وبين النظام. النظام كان يحاصر الغوطة بفترات معينة، يعني الشتاء ممنوع يفوت شيء. كانت هاي الفصائل تأخذ هاي المواد تحتكرها وتنزلها بالشتاء بأسعار لا منطقية. شو القيمة المادية اللي كانت عم بتفوت على المنطقة يعني؟ مليارات مليارات، يعني كل فرد على الأقل إذا بده يعيش بدون ما يموت من الجوع بده 200 دولار على الأقل.